احنا نعمل ايه عشان ما يجيلناش جلطات اصلا؟ نعمل ايه عشان ما يجيلناش جلطات؟ نحاول يبقى في متابعه لضغط الدم على طول، يبقى بنعمل تحاليل نشوف السيوله بتاعتنا اخبارنا ايه، سواء كانت عاليه ده خطر ممكن يعمل نزيف، ولو قليله ونعملها ممكن بشكل نعمل دوري من جلطات. غير ما يكون عندنا اعراض ما بالظبط لمرض ما، بالظبط، يعني المتابعه من باب التشيك الدوريه، اب يعني. وطبعا طبعا والبعد عن الاسترس والاكل اللي من بره والحاجات دي، از ماتش از وي كان، وناكل اكل صحي يعني. لكن ودي نعملها ازاي يا دكتور دي؟ يعني بسألك نبعد عن الاسترس، طب نحلها ازاي دي؟ دي بقى عايزه قعده هتلاقي عايز طويله. علاج نفسي لوحدها يعني، هو هتدوته برضه. يعني بص، يعني انا مش عايزه ادخل في القصه دي لان دي هطول شرحها، بس بصوا يعني الرضا بما قسم الله، طبعا يعني هو ده الكي، المفتاح اللي احنا نتعامل بيه مع المشاكل. جميل. طيب دور العلاج الطبيعي بقى في علاج المشاكل اللي حضرتك تفضلتي بذكرها دي بيكون عامل طيب ازاي؟ احنا مبدئيا احنا عايزين ننوه على حاجة، جلطات المخ احنا عشان المخ يحصل له الجزء ده خلاص حصل فيه دامج يعني تلف مش شغال، فبالتالي الاورجن اللي حصل فيه الإصابة خلاص مش واصل له اي اشارات، فالحركه دي بقت منسوحه في المخ. فايه اللي يحصل؟ طب انت هتجيبيها ازاي يا دكتوره؟ هو ده الفرق بين حد متخصص مخ واعصاب وحد بيشتغل جنرال. اول حاجه احنا عندنا مانوفرز كتير قوي بنستخدمها منورات في العلاج الطبيعي اللي هو تخصص المخ والاعصاب. احنا عندنا مشكله كبيره بتظهر اللي هي وليكن التيبس العضلي. التيبس العضلي فيه طريقه حديثه جدا، بنعمل حاجه اسمها ايونتوفوريزس، ده حقن عن طريق جهاز امريكي، بندخل فيه ماده بتشيل التيبس ده، وملهاش اضرار زي البوتوكس، ان البوتوكس في الاول بيريح التيبس بس بعد كده بيرجع التيبس جامد. بنعمل كورس مكثف علاج طبيعي بيبقى 6 ساعات يوميا لمدة ما تقلش عن 21 يوم، قابلة طبعا للزيادة لأن كل ما زودنا ده بيبقى رصيد للمخ. طب المخ إزاي هيحفظ الحركة؟ بالتكرار. كل ما احنا طولنا عدد الوقت اللي العيان بيعمل فيه علاج طبيعي غير من العيان، معظم العيانين بيقضوا الوقت ده بيجي لهم حد في البيت أصلا مش قادرين يتحركوا، يضيعوا أهم فترة بيحصل حاجة فيها اسمها النيورال بلاستيسي. يعني إيه نيورال بلاستيسي؟ يعني من كتر التدريب ومن كتر حاجة احنا بنعملها اسمها الموتور ري ليرنينج بروجرام، إعادة برمجة المخ، سواء عن طريق أجهزة، سواء عن طريق تمرين، سواء عن طريق تدريب، سواء عن طريق حاجه اسمها فاسيليتيشن، بنحاول نحفز العضله اللي هي مش شغاله. كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي عن طريق الجلسه بتبقى حوالي 6 ساعات في اليوم، بنقدر نوصل انه المخ يا اما الخلايا بتعيد تنظيم نفسها من جديد، يا اما المواصلات العصبيه كفاءتها بتزيد او كميتها بتزيد، يا اما بيحصل حاجه اسمها نيرف سبراوتنج، تفرعات للخليه العصبيه الاصليه، وبيبدا المخ يستقبل اشاره. كذلك من ضمن التقنيات الحديثه اللي احنا بنستخدمها مشكلة علاج صعوبة البلع، دي بتصيب بعض حالات اللي بيحصل لهم جلطات. مشكلة صعوبة البلع دي احنا بنركز على صعوبة البلع، ده نتيجة لإصابة في العضلات اللي بتأثر على البلع، فبنبدأ نحفز العضلات بتاعة البلع. لو في تشنج في العضلات دي بنبدأ نعمل معاها برضو الحقن الأيوني، نفس اللي استخدمناه في تيبس العضلات بتاعة الإيد والرجل بنستخدمه هنا، بنحرك عضلات معينة، 4 عضلات معينة مع العضلات المساعدة في عملية البلع. وكذلك التنويه المهم قوي اللي انا كنت عايزة انبه عنه في الحلقة دي، لان دي غلطة بيقع فيها ناس كتير، الناس اللي عندهم صعوبة في الكلام او عدم المقدرة على الكلام بيضيعوا وقت كتير جدا جدا، هم بيبدأوا بالتخاطب. لا، هي العضلة مش شغالة، فدكتور التخاطب يعني بيعمل كل اللي قادر عليه بس ما بيبقاش قادر يوصل لحاجة مع العيان. لا، احنا لازم نحرك العضلات المسؤولة عن الكلام الاول، ونحرك في حاجه اسمها الجاج ريفلكس، نتاكد ان هي رجعت تاني، ونعمل ونحرك عضلات اللسان بشكل كويس، ونحرك عضلات الفك، لان الكلام منظومه كبيره قوي واخده من الفك لللبس العضلات، من عضلات اللي بيغذيها العصب السابع بتاعت المخ مع عضلات الكلام مع عضلات اللسان. كل العضلات دي بنعمل ليها كل العضلات دي بنعمل ليها تنبيه بشكل معين بأجهزة مع تمارين بشكل معين، بأجهزة بتقدر توصل للعضلات الصغيرة دي عن طريق تنبيه لمجموعة العضلات الصغيرة دي، لدرجة انه في ناس قبل ما يكونوا وصلوا لدكتور التخاطب بيكونوا اصلا عندنا في الجلسات نطقوا كويس.